لسه ما نستي؟ لسه تاتا ما نحشتي. يو شلون ما نستي؟ صار الساعة 9:30، يلا قومي نامي. الله يخليكي، خليني سهر شوي تانية. الله يخليكي. ما بقدر خليكي سهرانة ولا دقيقة واحدة. هلا إذا إجا جدك وشافك سهرانة رح يزعل منك ويعمل لك خناقة. بقومي نامي بتختك وتغطي منيح، الله يرضى عليكي. يلا يلا تصفي على خير. طب خليني نام هون. طب ماشي الحال، قومي نامي على الكنبة. جيبي لي فستانك لأطب لك زره. يسلموا ايديكي، اطفي التلفزيون. اذا بحس عليك لساتك فايقه ما بخلي امك تجيبك تزوري عندي، ما بخلي جدك بكره ياخدك عجنيني. حاضر. ان شاء الله يقصف عمر هالقبرة. قصف لك صلي ساعة نضم الخيط بالقبرة ما عم يفوت. ايه طلعت روحي. لك شبك عم تبربري لحالك، شبك صاهر يا ابو حسني. نظارتي ما عادت تسوى بنوب، حاططن على عيوني منظر وبس. ليش شو عيبها؟ شو عيبها؟ لك صلي ساعة نضم هالخيط بهالقبرة ما كان يزبط، وكل الحق عليك. اوف، وليش الحق علي بقى؟ كم مرة قلت لك بدي افحص عيوني؟ كم مرة قلت لك بدي نظارات جديدة لحتى أقدر تص منيح؟ بسيطة أم حسني، ها هي الشغلة؟ إن شاء الله بهاليومين منروح على الدكتور. بسيطة، ما في داعي تنزعجي. شلون بسيطة بقى؟ قال بسيطة، قال يعني لما عم نقي حمص عم خلي الحجار بالطبق ونقي الحمصة وكبها مع جنب، والعدس نفس الشي عم كب العدس بالزبالة، اطبخ الحجار طنجرة البريستو، والرز والبرغر نفس القصة. رح تتكسر اسناننا من اكل الحجار والبحص، وحضرتك بتقلي بسيطة. رح نروح على الدكتور، رح نروح، لا يهمك. كل مرة بتقلي رح نروح على الدكتور، رح نروح، ايمتى؟ بسيطة ام حسني، اتركيها حتى يصير. ما شاء الله كان حولك، كل شي عندك بسيطة. أنا 100 مرة قلت لك وفهمتك، العيون وسنان ما معهم لعبة، ولازم الإنسان يعتني فيهم وإلا منخسرهم بعدين، وإنت إدن سطوح وإدن مزراب. هلأ ليش عم تكبري القصة يا أم حسني؟ قلنا لك بسيطة، خلاص غيري الموضوع بقى. ليش بتعلقي السيرة؟ بتتبقي بفردة بقى؟ بعلقها لأنه ما بهمك أمري ولا كأني أنا مرتك. وليش هيك عم تحكي؟ أنت تاج راسي أم حسني. أساساً أنت مو شاطر إلا بالحكي، هي على القليلة نازلة على عيوني مية الزرقاء أو مية السوداء، أو عندي التهاب بالجفون. بعيد الشر عنك، ليش هيك عم تحكي أنت التانية؟ لأني عم حس على عيوني شي مثل الضباب، مثل الشرار، وما عم بقدر شوف منيح. أوف، والله شي بيضيق الخلاق. لا، وحتى الإبر كمان ما عادت مثل الأول. تتذكر لما كنت صبية كنت اشتري الأبر وبخويشها مثل الشبابيك من كتر مو كبيرة، وكل بخواش هالقد قده. أما هلأ يا حصرتي بخويش الأبر كأنه مسدودة من كتر مو صغيرة. بدك الصراحة عم حسني، العلة مو بالإبرة. لكن بشو؟ العلة فيكي أنتي. في أنا؟ يلي بقصده إنه العلة بالعمر يعني بالسن. أنتي ما عدتي صغيرة البركة يا أم حسني، صرتي عجوز. فهمتي بقى وين العلة؟ ايرو عنا يا ستك العجوز مو أنا. فهمت ولا ما فهمت؟ قال عجوز قال، بعدين بالصغر عمرك يعني. طيب ما فيها شي، خود خود كنك شاطر، ضم لي هالإبرة. ليش مبتضة؟ شو يعني عم تتحديني يا محسني؟ وليش لحتى ما أتحداك؟ لسه قاعد عم تتمسخر علي؟ ورجيني شطارتك واثبت لي إنه نظرك أحد من نظري. طيب من إيش لإيش؟ ما بدها المسألة مراهنة هلأ، بس الكلام شي والفعل شي تاني. وإذا كنت شاطر ضم لي هالخيط بهالإبرة وعطيني إياها، وحاجة تفوش علي بالحكي والسرسرة يلي ما لها طعمة. خود جرب لشوف. تكرم عيونك، هاتي لشوف. شو صار معك؟ ما بعرف، يمكن الخيط تخين شوي.
لا انت الصادق بخواش الابره ضيق. لا لا مو ضيق، شو ضيق؟ ليكم مبين واضح معي تمام، بس عيوني عم تدمع شوي، ما بعرف من شو، يمكن من الضوء قوي كثير. خذ 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 جرب هالنظاره خذ. لكن روحي ما بدي اجرب شيء. شفت شلون الشغله صعبه؟ معلوم اللي بياكل العصي مو مثل اللي بعدها. لك خذ جرب هالنظاره وحاجتك مكابره بقى خذ. لك ما عم مكابر، بس انا مالي نايم منيح اليوم، عم يحرقوني شفوني مثل النار حاسسون. حاجتك اعذر بقى حاجتك، ضم لي الخيط بدي خيط فستان البنت. هو صحيح ضو الاوضه قوي، بس بدها بيل الشغله. سناولي هالبيل من عندك وتعيدي جنبي طويلي على راس الابره تمام. حاضر. سبتي ايدك لا ترش فيها، شبك عم ترش فيه؟ ولا قوة إلا بالله، كان رح يفوت الخيط بس أنت حركت الضوء ونعرتيني قامت مالت إيدي. أنا نعرتها؟ إيه أنت سبتي إيدك سبتي. بعدي كمان لو شو حاسه لزقان البيل بالإبرة. بعدي هيك بدي أشوف البخواش بعدي. وبعدين شو صار معك؟ ابني عنا يا عليم الله، انحول عيوني ووجعني راسي، العمى شغله بتمصمص الروح مصمصه. هقول انها ختيرت. مو مسألة عجوز، بس هالشغله هي شغله نسوان مو شغله رجال. انا بعمري كله ما ضميت خيط بابره، وحضرتك جبرتيني على هالشي جبر. هلا انا جبرتك ولا انت تحديتني؟ تحديتك حتى اخلص من هالنق. المهم يا ابو حسني، انا وياك ما عدنا قصينا ونظرنا صار ضيف، هذا يلي بعرفه. بقى الله يرضى عليك، بكره اشترين نكيس جزر وعصار الجزر حتى نكرع ونقوي نظرنا. لا يعني لا ما حذرتي، انا من طول عمري نظري 10 على 10 مثل الصقر. انا اسالي رفقاتي يلي بيروحوا معي على الصيد. شبه خفت على حالك؟ مو مساله خفت على حالي، بس انت عطيتيني ابره رفيعه مثل الشعره وخيط تخين مثل الحبل مشان افشل وتقولي عني اعمى. لا محسني ما حذرتي، ما حذرتي النوب، انا مالي اعمى، بس انت بتحبي تكيديني هيك نكايا. هلا شو بدنا بهالحكي؟ مهما قلت ومهما حكيت العله مو بالابره ولا بالخيط، العله بعيوننا نحن الاثنين. يا ستي بسيطه هيك بدك ماشي الحال، طيب مثل ما بدك، العله بعيوننا. قولي اللي بدك يا، بس حتى ما تعذبي حالك وتعذبيني معك، خلي فدوى تضم لك الخيط، خلصينا من هالقصة، حاكم جعت وبدي اتعشى. فدوى يا فدوى. حرام خليها نايمة. اوكي مالها نايمة، شفتها عم تتحرك مثل عفريتة. هي لما بتزور عنا ما بيجيها نوم. فدوى يا فدوى. نعم تيتي. تعي تيتي تعي، تعي ضمينا هالخيط بهالإبرة. أنا وجدك صرنا ساعة عم نتعذب ما طلع بإيدنا. خدي الله يرضى عليك. لك ليش عم تضحكي؟ الإبرة تيتي. شو بها؟ مالها بخواش منه وبراسها مكسور. Ha ha ha.